بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في كل عام بداية شهر صفر الخير ولغاية 20 منه تتجدد مسيرة العشق نحو قبلة الأحرار مولاي وسيدي أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، وتقدم الجامعة خدماتها كافة في من خلال المواكب الموجودة لدى الجامعة، الأول في شارع كربلاء نجف قرب العمود 23، والثاني في موقع الجامعة الثاني قرب الصحابي الجليل ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. وتقدم الجامعة كافة الخدمات في هذه المواكب بدءا من الماء البارد والمشروبات بكافة أنواعها الباردة والساخنة، فضلا عن وجبات الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى وجود المفرزة الطبية التي تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجات والاستشارات لزوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا أود الإشارة إلى أن ملاكات الجامعة بدءا من كوادرها التدريسية وكوادرها الوظيفية وجميع الطلبة يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة لزوار أبي عبد الله الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتقديم أفضل الخدمات لزوار المولى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يديم علينا كل النعم، وأن يتقبل من الجميع، وأن يحفظ عراقنا وبلدنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.